بدا اهالي الساحل على صيد الاسماك والغوص على اللؤلؤ لكسب قوت يومهم، لذلك ابتكروا وصمموا بعض الادوات البسيطه لصيد الاسماك واستخراج اللؤلؤ من اعماق البحار. تفاصيل اكثر راح نعيشها مع ابو محمد وابو عبد الله، حياكم الله معنا في هذه الحلقه. مساك الله بالخير ابو محمد. الله يمسيكم بالخير والنور. يا مرحبا بك. حياكم الله. ويا مرحبا بك يا ابو عبد الله. يا مرحبتين. مسيك بالخير وعلومنا ان شاء الله تكون طيبه بعد وياك اليوم. الحمد لله الحمد لله. زين، اليوم نتكلم عن اساس الحياه القديمه في دوله الامارات واللي عاشوا عليه لسنوات طويله، ولا زلنا في هذه اللحظات بعدنا يعني فئه منا لا زالت تعتمد على هذه الشغله واللي هي الصيد. نعم. الصيد ابو محمد الاول كان اساس الحياه القديمه. نعم. وكانت هي الرزق الاولي. نعم. لناس وايد يعني في ذيك الايام، وكان في اسر كثيره عايشين على الصيد. وبجانب الصيد الغوص على اللؤلؤ، ولكن في بدايه الموضوع احنا نتكلم عن الصيد في ذيك الايام، في بدايه الحياه اللي وعيت عليها في هذا الساحل الشرقي. خبرنا عن الصيد. والله هاك الصيد هاك الأيام الصيد متوفر الحمد لله بكثرة. إيه. وبعدين الرحمة موجودة. يا سلام. إذا كنت أنت ما تروح وجاري. إيه. 10-15 أنا أحليكم بلاش. يا سلام. أحليكم بلاش، وإذا جيتوا عندي على البحر زمن الشاشة ولا ذاك. إيه. الشمس اللي مشوش في المشاش هذا أو محطاي في الخصف هذا تراح حق البيع، واللي تام مصبوب في الشاشة هذه كل واحد يشيل ويروح. يا سلام. إذا كان ضغوة البرية اللي يبى برية ينعطى، واللي يبى سمك ينعطى، موجود الخير شيء ما يتوصف الحمد لله رب العالمين. وبعدين تكاتف عندهم ما يحتاج. هي. إذا واحد مريض ولا شيء بتحصلهم كلهم يزورونه، فلان وين اليوم ما يصلى ويانا. هي. هذه عندهم سايد والحمد لله الله جاعل الخير والنعمة الله. ما يحتاج ما شاء الله. نحن نسكن يمكن حوالي 10 كيلو الماي عندنا بخور كلبة. هي. ما عندنا ماي إلا منطقة طول رمت، كلبة عندهم ماي. صحيح. نحن سين مزر مناك من الطوي، من الطوي ما رمت. صحيح. واحد مريض بتلقاهم يساعدونه. صحيح. واحد ما عنده شيء يساعدونه كله، يتحول من دحيات يخور كلبة ما عنده شيء، حد يجيب دعن وحد يجيب مد وحد يجيب كم سمه وهذا ويابو اللي هو الابو مال الهوى اول مال العياله. ايه. عبيد بن حارب رحمه الله عليهم. الله يرحمه يا رب. قال اليوم فلان بن بليل بيت. ايه. اللي عنده بيوت من سعف. ايه. خلال ساعتين ثلاث حد دعن، حد يسوي الحوي، حد يسوي الخيمه القصايب. ايه. حد سوى لهذاك مره وما عنده بعد عنده شيء، يابو من بيت فلان ما قال ذا قهوه حطوا قهويه وروحوا. زين ابو محمد اقطع سوالفك بالخير، يعني نعم. هذه الحياه الاوليه اللي كانوا يتعاونون فيها الجميع. نعم. كانت بعد تنعكس على الحياه البحريه اللي كانوا يعيشونها في ذيك الايام ابو عبد الله. نعم. يعني انا بتذكر وارجع معاك لاول مره طلعت فيها البحر وصدت، خبرنا عن هذه اللحظه اللي صدت فيها سمكه، يعني اكيد كانت بالنسبه لك شيء كبير يعني. طبعا تكلمت عن الصيد السمك. ايه. في الزمن الاول الاقتصاد متعلق على الله ومعتمد على الصيد. نعم. ومو بس صيد على اساس انك تاكل، لا، تجاره عالميه طبعا واقتصاد عالمي. يعني على سبيل المثال اللي يضغو البريه، اللي يضغو البريه ايه يضغوا بالآلاف، وتيلنجات من كل من باكستان من الهند تأخذ هذه، يعني ثروة سمكية، ثروة هائلة طبعا. وهذه الشباب أو الخليجي برع في صيد السمك في الشباك مثلا. البرية لها موسم تقريبا 3 شهور، هذه بيبيعوا منها بالآلاف مؤلفة لنجات. اتي لنجات عبارة الحين عن سفن عالمية. تشتري هذه طبعا، هذا اقتصاد طبعا. عندك
اعتمدوا على الله ثم الخباط. صحيح. صيد الخباط هذا بالآلاف مؤلفة. طبعا. الخباط هذا آية من آيات الله. يا سلام. الخباط آية من آيات الله اللي درسها وعرفها إنها آية. الخباط يفقص ويبيض بالعراق، شط البصرة، شط العرب. صحيح. ويبيض طال عمرك بشهر تقريبا 3. شهر 8 غادر. هي. من العرب، من شط العرب إلين عندنا يا سيدة على السعودية، على الكويت، على البحرين، ما شاء الله، على أبو ظبي، إلين وصل مضيق هرمز. يعني راع السفينة إذا تاهته هذا بالبحر مايتي يوصل إلى مضيق هرمز ويدخل بحر العرب. طبعا بحر الخليج العربي شبه مغلق. صحيح. ما في إلا منفذ واحد، هذا مال هذا. صحيح. هو يجي يوصل وين؟ يوصل سيدة دبا. ما شاء الله. دبا ويوصل منطقة قريب دبا اسمها السيفة البيضاء، أول حين يسموه. يكون في أي شهر هذا؟ هذا طال عمرك في شهر 8. 8. زين. وليه مكانات معينة، يعني مثل هذا المكان تقدر تصيده. هي. شوية ربع كيلو تصيده، لكن مكانات غير ما تصيده. وكنتوا تصيدونه خيط ولا؟ لا، نسويه طال عمرك بالياخ. هي. بدبا الفجيرة أيضا 4 مكانات نصيده، نسوي لي ليخ عبارة عن 70 فوت ب70 فوت دائري. ما شاء الله. ولي صداغ حبال. هو يسيده ويدخل بهذا اللي اسمه الليخ. ما يقدر يطلع لأن هذه الحبال يخوف منها. ما شاء الله. زين. نصيد منه حوالي باليوم كل هالسفن تصيد منه يمكن 20,000. ما شاء الله. ويشقوه. يشقوه من الظهر. هي. ويملحوه ويخلوه بطرابيل. زين. نحب نسير لصناعة المالح في دولة الإمارات وفي الساحل الشرقي بشكل خاص وبشكل أعمق في دبا الحصن، ولكن أبو محمد بما أن أبو عبد الله يسير مسنا عن أنواع السمك والصيد في ذيك الأيام. نعم. يعني كانت تتنوع على حسب نحن في الصيف ولا في الشتاء، كان يختلف الصيد على ما. نعم. أعتقد في ذيك الأيام يعني عندك في الشتاء نوع معين من السمك تصيدونه تطلعون لبحر ولا تكونون. نعم. لبر. نعم. وفي القيض بعد في نفس الكلام. في القيض اللي أقول لك يدور الكوس، والهذا عندنا سمكة هنا ما تتم. هي. الساحل هذا ما في ميانات، ما في شيء في القيض. في القيض يضرب الكوس، ما عندنا إلا مي إلا خور كلبة. هي. لأن خور طبيعي. صحيح. من استوت الدنيا الله أعلم. صحيح. هذا خور السماك كلها تدخل فيه. ما شاء الله. النيسر. هي. النقرور أكثر شيء عاد البياح. ما شاء الله. هذا صيد البياح. نحن عندنا بخور كلبة كلها السالية. هي. اللي عندنا نقول الشبكة. صحيح. بالعامية، لكنهم يقولون السالية أو الطراحة. هي. هذه عندنا نحن خور كلبة مشهورة. ما شاء الله. الماء يصيد في اليوم 20 من 30 من. ما شاء الله. بياح مو بكيلو. بياح. بالمن. المن 4 كيلو. هي. والمن بربيه. صحيح. جسم وزع على الفريق كله وباع له ب5 ربيات 10 ربيات، ربيتين خذ النقد، كاسين قهوة بدلهم تمر. شوف كله تقاضي بالهذاك. نعم. يتبادلون. الما عنده اللي عنده تمر يدفع التمر، واللي عنده حب ذرة بحب ذرة. ما تقول له لازم فلوس عندك انت. هي. ممكن ما عنده معسر يبادلك بشيء نفس القيمة. نعم نعم، بنفس الموائل، لكن اللي مال البلد، معيشة. هي. البلد يتبادلون بهاي الطريقة. ما شاء الله. نعم. زين. والرحمة تراهم ما تقول ما يحتاج. أنا بس موسم الصيف عندنا نحن هذه البياح المشهورة، البياح ما يحتاج الخور طبعا. وفي الشتاء؟ في الشتاء شيء، لكن خلاص خليها هذه. صحيح. تستوي مال قراقير مال دوابي، تستوي السين والديايو الخر من جميع الأسماك. زين. متى تطلعون لها بحر ابو محمد؟ يعني 30 و40 ميل في البحر. نعم. حق شو من انواع السمك تطلعون له بحر هالمسافه البعيده؟ هذه المسافه البعيده بس هالدوابي. حق الدوابي. دوابي. هي. القراقير وام الحدق هذا الجد براكودا، هاللي يسمونه براكودا. هي. هذا بحر 4 5 في أيام الصيف. ما شاء الله. لكن هذا أيام الشتاء اللي يروحون هالقراقير، حتى اللي يبغون في البرية
ليضغون هذه اليزوة يعطونهم كل يوم 8 أنفار، يقول له باكر فلان بيطلع الدوابي هو يربيعة خلاص مرخصين انه خذ صاحب العاملة المسؤول يرخص كل يوم 8 أنفار او 10 أنفار عشان يصيرون الدوابي. ما شاء الله يصيروا بحر 25 حدهم بشاشة. وفي ناس اللي في وشادي انا يكتم الشمال، يكتم الشمال هناك ودفروا لهم عوامل من اللي العامله مال البريه وصاروا فيها 40 نفر ما شاء الله، ويابوا من هناك الشاشه مقلوصه بين شرعوب البر. يا سلام هاي ايام الشمال قوه في الشتاء هذا بس يصيرون ما عندنا لا ماكينه لا عندنا شيء. زين يعني في ذيك الايام الجميع كانوا يتعاونون حتى في الضغوات. نعم نعم, نعم. فخبرنا عن الضغوات اللي كانت تحصل عندكم قبل ابو عبد الله، يعني كيف التعاون يتم عليها؟ نحن الحين مثل ما نشوف ضغواتنا يسحبونها بسيائير ولا يسحبونها في اشياء حديثه، الاول ما كان فيه، كيف تسحبونها؟ كيف تتعاونون عليها انكم تطلعون هذه الضغوه للسيفه؟ الضغوه لها قانون مثل قانون الغوص. يا سلام اسمع هالقانون عاد بعرفه. ايوه الضغوه تكون من شهر 2 ابو محمد. يعني تبدأ عندنا نحن شهر كم بقول لك 9 10 من ثمانية من أيام الصيف تالي القيط نحن تبغى عندنا من شهر ضغوة البرية هاي ضغوة البرية اللي يتكلون عليها ويعطون عليها السلف زي ما يسلفون على ثمانية من شهر 8 نعم زي وانتم عندكم من شهر 2 من شهر 2 لا هذا تاليها البرية هذه أول البرية عندنا نحن 2 قبل الاثنين بشهر مثلا 1 و12 و11 يشوف النوخذة يشوف الولد الشباب يشوف الولد المتين يقول لي أنا بقت تضغي عندي ما شاء الله. نفس الغوص هذا الغوص والبرية اختاروا يعني الناس اللي عندهم صحة ما شاء الله صحة وعافية وعندهم خبرة قال لي أنا بعطيك قلاطين يلي أنا قال لا أنا يعني شوية أمتن وزين بعطيك 3 القلاطه هي عباره عن من نفس الضغط هي نفس الضغط هاي القلاطه يسمونها اول زين قال لي يلا عطني عربون 5 ربيات سلف هاي يسمونها عربون سلفه سلفه هذه مثل ما يقول القواضه ما شاء الله نفس المال الغوص حصل وسجلوا ان هذا فلان خذ 5 ريال وفلان وفلان ضول لي حوالي 30 نفر ما شاء الله اليوم هذا يورو 15 وهذا يورو 15 ويوم استوى الموسم دعاهم قال لهم يلا ما شاء الله عاد يتعاونوا كلهم اذا 40 نفر يروا بالضغوه بالزعيمه 40 نفر وحوطوا على هذا ويروا وعوفوا وروحوا البريه وقلبوها ولفوها اخر شيء الموسم يحاسبوا شاف ولا محصل لي 4 ريال ولا 5 ريال ولا 10 ريال بس ما شاء الله نفس يعني نفس حركة الغوص اللي يدور لي سيب يدور لي غوص ما غيص يعني هبة ريح هكذا الضغوة صحيح. طيب يعني أبو محمد مثل ما قال أبو عبد الله نعم بأن راعي الضغوة يتفق مع الناس اللي بيساعدونه في أنهم يرون الضغوة هذه للسيفة ولكن هاي ركب يزوة مرة يقول هذا يزوة زي مال الغوص خلاص هذا ما يقول يقدر يصير عنك ولا حتى نص شتاء ما يقدر يطلع الا لين يدير الصيف ما شاء الله هي مول هلا اللي عليه سلف والما عليه سلف يركب اليوم باكر يقحم عنه خلاص ما عليه ما شاء الله زين بدون سلفه زين راعي الضغوه ابو محمد نعم يرمس تقريبا 40 نفر مثل ما قال 45 وزياده نعم ويعطيهم كلهم ما يتفق معاهم على قلاطه مثل ما قلنا لا كان فلوس معروف هذا ما تعرف وياه ان كان فلوس ولا سهم من الضغوه نعم جاشع اذا كان فلوس مبيوع واذا كان ما حد يشتري هاك اليوم سووا اول بعد ثلث واحد ثلث واحد 20 كود حق صاحب العامله و40 كود حق اليزوة الكود اللي هو السهم اللي اول بعد هذا يدور واحد نفر واحد يقسم سهمين حق اليزوة وسهم واحد حق صاحب العامله زين بسالك عن ابو محمد نعم هل كل الضغوات كانت مضمون شو انتاجها او شو بيطلع فيها؟ نعم مضمونه لا كانت؟ لا تشوف عيان بالبركه كانت مره مول ما حين ايام بس شوف الخبره اللي عندهم النواخذه والهذا في ايام الشتاء حين ايام الشتاء ما يعرف ما عليه يطير صحيح البريه فما يعرف شو ما يعرف شو هنا يطالع اذا كان لوها وحده نزلت وغاصت هنا ولا طالع قال اضرب انير تاع انير
إذا كان يمه هذه تغفي مرة فوق شاف الهذا بطل اللي هي الحين نقول لك الكربة ونزلها ونزل على البر وتاح عليها وقبض عليها صوبين ودار يابلون ما شاء يوم يصيح 20 سيارة 20 تريب نحن نقول بهار أول ما شاء الله 20 بهار 30 بهار عربي هالعربي ما يسوي طيرة ما يسوي شيء أيام الشتاء إلين يستوي المنبت هاي البرية عربي أيام الصيف لا زعم هذه تحصلها محامرة زي هذه فوق فوق على الساحل هنا تحصلها مول أيام هاي البرية هذه البرية ضغوة نعم البرية نعم ضغوة البرية والسمك ما تلوس وياها فوق ما شاء الله زين على الساحل ما حيش له زين ابو محمد يعني هذه الضغوة اللي نتكلم عنها وياك ابو عبد الله عن الصيد البرية. بالليخ الصيد بالليخ بالبرية بالبرية هي صغار هذا الليخ الصغير هذا هي طيب زين في عندنا بعد الصيد بالخيوط نعم الصيد بالخيوط كان بعد لأنواع معينة من السمك نعم. الميادين اللي كانوا يستخدمونها في ذيك الأيام نعم. البلود نعم. يعني كان تفاصيل ومن صناعة الإنسان الإمارات في ذيك الأيام يعني البلد أتذكر كان حصى نعم. ويخبقونها ويحطون فيها نعم. فخبرنا عن هذه النوعية من الصيد بالخيوط النوعية هذه قال طال عمرك يجيبوا خيوط هدب مال هذا الهدب اللي يحطوا فيه الملابس وناس متخصصين يحيسوه ويصنعوا منه خيط ما شاء الله مثل هذا الحين النايلون هم يخيطوا يعني أربعة يجيبوا أربعة ويقلدوا مرة ويستوي خيط بالضبط ما شاء الله ويجيب حصى الحصى نوعين يا إن نوع يقدر مخروق من أول وربطه يا الذي ما مخ اللي ما مخ اللي ما مخروق يسوي ليه يخيطه يسوي لي مثل ما تقول مثل الليخ من القماش يعني من القماش هالشكل ومثل استوي مثل الكيسة ويحطون فيها الحصى والحصى يعلموا الحريم ما شاء الله يقول لهم سووا كذا سووا كذا سووا وربطوا والميادير مكان يسووها والميادير حديدة يعويوها ولا شيء يحطها عند الحداد ويشتغل فيها يعني كانت حتى من أشياء بسيطة يستخدمونها من يعني. أشياء بسيطة لكن اليريور يسوي الحداد يسوي لي ميدار عود عبارة مثل المشخط هذا وأسهل شيء أنا شفته بحياتي وارتحت منه صيد اليريور اللي أنتم تسموه الكرش صيد اليريور هذا الكبير الضخم الذي يعني مفترس والذي شو اسمه أسهل شيء عندي هذا ما شاء الله زين أنا باخذ العلم منك من هذا الموضوع أبو عبد الله ولكن بنسير وياك أبو محمد نعم يعني قبل الياهل من هو استوى يعني من يكمل 10 سنين بتشوفه على السيفة يبغي البحر يبغي يصيد أنا برجع لذيك الأيام متى قالوا لكم أهاليكم أنه لازم تطلع وتصيد لازم تشوف رزقك لازم أنت تدور يعني قوت يومك مثل ما يقولون بنفسك لا هاك الأيام الولد لازم يتعلم السباحة أول هذا اللي على ساحل البحر لازم يجي ويعرف يكون يسبح لازم يعرف السباحة أما المعطى هذا شوف عندهم حتى في الجاشع لما مكود منه كل ولد ينعطى على قد هذا يا سلام ما يروح يكون مروح جفير عنده أول جفير ويمزروا له الجفير ويروح بعدين إذا كان هاي الليمون أول على الرملة هاي نروح نحن الليمون هذا الأولاد شو يسوون يلقطون هاي الجاية يسمونه حفال يحفلون هذا ويحطون حصل لمزر هذاك وعطوه يابوا 4-5 عطوهم كدس واحد جسموه وزعوه عليهم وعطوهم ما يروح البيت إلا الجفير ماله مليان ما شاء الله هي وهم السباحة حتى بنات وأولاد ما شيء مدرسة قليل نحن علمنا يمكن 7 بنات ويانا ونحن 15 ولد ما شاء الله هاي عندنا منطقة واحدة في خورشل ما حد مطوع عماني أصلا لكن بس مواطن صحيح هو اللي هو علمنا بارنا نطلع منه سيده ولا عند اليرداب ولا عند البريه المعواف ما شاء الله بريه يمزرون لك هذاك وشليته وروحت يا سلام يوم استوي لليامه اللم هذا هذا كل واحد ما يروح ولد الا تارس طبقه او تارس جفير هذا الجفير متروس ومحط له وقراسه وروح البيت يا سلام يصير لها المبسطين منه ما هي وين بيصير صحيح ما عنده شغل عندنا اللي بقول له في كوركلبه لا زراعه
ولا شيء. صحيح. على الله وعلى هذا. صحيح. على زي. البحر. قبل لا نسير وياك للمالح بعد عندك شيء بتقوله؟ نحن صغار عمرنا 8 سنوات. يا مثلا واحد قال انت الابو. قال والله انا بغيت ولدك وليد. يسمى وليد. هذا شو مهنته هذا؟ هذا طال عمرك يمروا علي بالشاحوف. انزف اليمه. زين. العصر تعال واغسل الشاحوف. سوى الاطله مال الميداف. ما شاء الله. اقلد حبل. يعني يعطوه اشياء يسويها عسبت يتعلم. يتعلم ويكون وليد اول مره هذا يدش البحر. الابو يبغى يتعلم وهم ديله محتاجين لي. يروح يجيب ليف. يعلموا الابو يوم يقلد الليف ويسوي شيء اسمه اللي يربطه في الميداف. اطلع. 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 يعلموا الابو يومين ثلاث كيف تطلي. ما شاء الله. علموا الطلع وعلموا كيف يسوي الطلع هذا ويعلموا كيف يطوي الكنه مال الميداف وعلموا كيف ينزف اليمه وينظف الشاحوف. هذه شغلته. فابتدا بهذا العمر اللي هو 7 سنين 8 سنين الين يوصل 11 سنة. يا سلام. من يوصل 12 سنة راح بروحه. زين. وعقب قام يصيد بروحه. بروحه. زين. ير الميداف يروح البحر يسوي لي دوابي. يسوي. ابو عبد الله انا بتخبرك الحين بتخبرك بعد ابو محمد في هذه السوالف الطيبه بان الصيد في ذيك الايام كان له انواع كثيره. يعني عندك صيد المسيان، صيد السيفه. صيد بعد كان يطلعون له بحر يطلعون له اكثر من 30 و40 ميل. في انواع كثيره من الصيد. نعم. اللي كانت تستخدم في ذيك الايام في. نعم. في دوله الامارات. ابو محمد لو تتذكر لي بعض الانواع من الصيد اللي كانت تستخدم في دوله الامارات في ذيك الايام. شعري. هي. الشعري والكوفر. الشعري والكوفر. والكوفر. نعم. زين. وكان يصيدون بخيوط. بخيوط. وكان الخيط هاك اليوم ما في نايلون. اللي يبونه كان من زمن لحقنا عليه نحن يوم بعدنا صغار. يجيبون دين هذا مال القماش اللي مال الغوص هذا. كل واحد جاي من هناك من الغوص جايب له دين واحد. الدين اللي هو مال المحار. ما شاء الله. وقال له ابغى حق ايش اسوي لي خيط. قال له دوك اعطاه دين واحد وبطله كامل. ويوم يجون هذه الاماميل من الحير. جايبين الشوع من الابل. كان الدين ابيض هذاك النوع الخيط هذا. ما شاء هذا. الله. لازم تشوعه. عشان يستوي احمر. صحيح. حق الحدق. والصيد شعري وكوفر سمان. يا سلام. زين. وتدمينه بعد. انواع الشعري يبقى 4 أبوع. خمس تدمينه من الميدار الى البلد هنا. السمان نص باع. والترديع اختلف. الترديع هذا واحد كلهم كل واحد نفس الترديع. الواحد اللي يسيل بحر يعرف يردع. يا سلام. اي نعم. انا والله حاولت في الترديع بس ما رمت صراحه. انت ما عرفت الحين هاي التقليديه الحين الحين تغير الحين الثانيه اذا ما ردعت صح اروح الميدار مع الاسمكه. زين ابو محمد مستحيل نسولف عن الصيد في الامارات وفي الساحل الشرقي بشكل خاص وما نسولف عن المالح واللي تميزت فيه مدينة دبل الحصن والساحل الشرقي بشكل عام. ولكن دبل الحصن معروف عنها بصناعة المالح. المالح يعني ارتبط بالإمارات في حفظ السمك في ذيك الأيام واللي كان لهم يعني أساس في كيفية الحفاظ على السمك في ذيك الفترة. فخبرنا عنها بشكل سريع. طال عمرك المالح هذا كان عند قبيلة اسمها قبيلة الظهوريين. بروس ليبال. المالح بدأ عند الظهوريين في ليبال. عند الظهوريين. نحن ما كان عندنا على بالبحر. في البحر. في البحر. روس ليبال هذه كلها على البحر. من. نعم. من مضيق هرمز إلين واصل ليما. هم يخزنوا في شقوا طازة. ما كان مثل الحين مالي لدة مالي طعم. لا هذاك يبغى على مايته. الريال في البحر والحرمة في البيت تدق المالح وتجهز. يا سلام. يا منك وتملح وياه نص ساعة مخلص. يا سلام. عن التلوث وعن كل شيء. من يول الآن الجماعة يو عندنا وصرنا يعني مكان واحد. ابتدوا يملحوا عندنا. وبكميات كبيرة يجيبوا يعني يومية عندهم ضغوة يصيدوا يمكن
2000 سمكة 3000 سمكة وكلها يملحوها. زين، يعني عقبها تطورت موضوع صناعة المالح في دولة الإمارات، صار عندنا على مستوى موجود. الطبيب ايش يفحص على السمك، يملحه، يخزنه، ما شاء الله. زين ابو عبد الله، السوالف طيبه والعلوم دائما ناخذها عن البحر وعن هالايام الطيبه، واللي ناخذها منكم ابو محمد وابو عبد الله ما ينمل منها. الله يبارك، ولكن ان شاء الله لسوالفنا وعلومنا الباجيه في حلقاتنا الجايه راح نتكلم عن اشياء كثيره تخص الحياه البحريه في ذيك الايام. ابو عبد الله نشكرك، الله يبارك، وما قصرت، علومك طيبه وسوالفك جميله عن الحياه البحريه في ذيك الايام، ما قصرت. كذلك الشكر موصول لك يا ابو محمد وما قصرت، يعطيك العافيه. حياكم الله وانتم كذلك. الله يسلمك، ما قصرت. طبعا مشاهدينا، كانت هذه سوالفنا عن الصيد في الحياه البحريه القديمه في دوله الامارات. اكيد مواضيعنا كثيره تتكلم عن الحياه البحريه في دوله الامارات، الساحل الشرقي والغربي في دوله الامارات بشكل عام يتميز باشياء كثيره جدا. كونوا معنا ان شاء الله في الحلقه القادمه، ومع السلامه.